في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الوطني التنشيطي للقرب الذي تنظمه الوزارة كبديل عن المخيمات القارة والمخيمات الحضرية، نظرا للظروف اللي كتعيشها البلاد وبل كيعيشها العالم كامل ديال الجائحة ديال كورونا. اليوم كان عندنا حفل اختتام المرحلة الثانية من هذا البرنامج، واللي كيتزامن كذلك مع الذكرى 22 لعيد العرش المجيد. في الحفل كانت الفكرة تاعو هو أنه تكون مجموعة من الأغاني واللوحات التعبيرية الوطنية، وكان الشعار ديال اليوم هو أحبك يا وطني. وهذا الحفل كيجي كتتويج الأعمال اللي قاموا بها طيلة المرحلة اللي هي فيها 6 أيام، يشتغلوا الأطور مع الأطفال، واليوم كيخرجوا المنتوج تاع الأعمال الورشات اللي استفادوا منها. ارتأت الجمعية الشركة، لأن هذا البرنامج هو يدخل في إطار العمل المباشر، فنظرا للإشراف والتتبع ديال السيدة المديرة الإقليمية، نعم متبعة المراحل كلها لأن الإقليم كله كاين 10 ديال المراكز، فرصات هذه الجمعية تقدير المجهود تاعها أنها تقدم لها واحد التكريم وتقدم لها واحد التذكار وواحد الشهادة تقديرية على المجهودات اللي كتقوم بها في هذا الصدد. احنا اليوم في دار الشباب ديونا في إطار الحفل الختامي للملتقى الصيفي أو البرنامج التنشيطي المنظم من طرف وزارة الشباب والرياضة بشراكة مع جمعية شباب المغرب هنا بدار الشباب المديون. هذا البرنامج هذا لمدة ديالو 6 أيام استفدوا الوليدات من مجموعة ديال الورشات، منها مسرح، تحرير جسدي، ألعاب الفيديو، وكذلك مجموعة من الورشات الفنية كالرسم، التربية التشكيلية، ورشات بيئية كذلك. الحمد لله بمناسبة الذكرى 22 ل